إن لم تكن مبتدئاً في عالم الرياضة، فإن التدريب الجسمي بالكامل في اليوم ذاته لن يكون فعالاً، ولن يحقق النمو السريع للعضلات. لن يسعفك الوقت سوى للقيام ببعض التمارين لكل جزء من جسمك. صحيح أنك بهذه الطريقة ستدرب العضلات أكثر، لكن لن تحظى بتدريب كاف لكل مجموعة عضلية. حاول تقسيم تدريبك الرياضي، فمثلا يوم للذراعين ويوم للساقين وآخر للظهر والصدر، ومن ثم يوم للبيتزا. مهلا، كيف جاءت البيتزا هنا؟ أخذ استراحة طويلة بين المجموعات خطأ شائع ربما تقع فيه. الدردشة مع بقية زملائك في النادي الرياضي والتحقق من هاتفك هي أكثر الملهيات شيوعاً. ليس الهدف من الراحة الاسترخاء لتستعد للمواصلة مجدداً. إن فعلت ذلك لن تجبر عضلاتك للدخول في وضع الشفاء الجزئي المهم. لا يجب أن تتجاوز فترات الاستراحة أكثر من 60 ثانية. وأحياناً لبناء كتلة عضلية تحتاج فقط للنوم أكثر. بعد الطعام يأتي النوم في المرتبة الثانية في قائمة أهم الأشياء التي تساعد جسمك على التعافي والإصلاح. إن لم تحظ بقدر كاف من النوم قد تتزايد مستويات هرمونات التوتر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الوزن وليس الكتلة العضلية. يجب أن تمنح جسمك بعض التشجيع لبناء أنسجة عضلية جديدة. تفعل ذلك بالهتاف لعضلاتك قائلا: هذا جيد، يمكنك فعل ذلك، أنت الأقوى. كلا، بل تفعل ذلك برفع الأثقال مع زيادة الوزن بشكل تدريجي مع الوقت. سيجعل ذلك الجسم يفكر في أنه بحاجة إلى كتلة عضلية أكبر للتعامل مع التحديات الجديدة. من ناحية أخرى، لا ينبغي أن يكون الوزن ثقيلا جدا. إن كنت غير قادر على تكرار التمرين سوى 4 إلى 5 مرات فربما هذا ثقيل جدا عليك. ينبغي أن يسمح لك الوزن بعمل التمرين 10 مرات على الأقل. لكسب كتلة عضلية ينبغي تناول الكثير من البروتينات. صحيح أن البروتينات تتكون من الأحماض الأمينية التي تعد أساس الحياة، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أكل البروتينات حصرا وتجاهل الدهون والكربوهيدرات، فالأخيرة تمنحك الطاقة التي تحتاجها للتدريب الرياضي. والدهون تتحكم في الهرمونات المسؤولة على النمو مثل التستوستيرون. في الوقت ذاته احرص على الحصول على ما يكفي من البروتينات، فهي بالغة الأهمية لا سيما لعملية تصنيع البروتين العضلي. عندما تتدرب تتأذى ألياف العضلات بتمزقات طفيفة، وأثناء علاج هذه التمزقات يزداد حجمها وكتلتها العضلية. لكن إن كنت تود لهذه العملية أن تمضي بسلاسة، اضمن حصول جسمك على كمية كافية من البروتين، حوالي نصف جرام لكل كيلوغرام من وزنك. إن لم تواظب على تمارين التمدد قبل وبعد تمرين البناء العضلي ستفوت خطوة مهمة في العملية. فالتمدد بعد التدريب يحفز عملية التعافي، والتمدد قبله يجهز جسمك للتدريب الذي توشك على بدئه. لكن الأمر لا يتعلق بتخفيف الضغط على عضلاتك والحد من خطر وقوع الإصابات فحسب. عليك أيضا تمديد اللفافة أو الغشاء الذي يضم النسيج العضلي. عند حدوث تمدد في الغشاء تتوفر مساحة أكبر لنمو عضلاتك. المرجح أنك تفرط في التدريبات. إن كان هدفك الأساسي هو كسب العضلات وليس إنقاص الوزن، فالقيام بالكثير من تمارين الكارديو سيكون له نتائج عكسية. ستفقد السعرات الحرارية التي تحتاجها لتبني العضلات. لذا تناول ما يحلو لك من الطعام ولا تقلق بشأن كسب الوزن. معدات النادي الرياضي الحديثة والمتطورة تبدو رائعة حقا، لكن حامل الأوزان والدمبل أكثر فعالية حينما يتعلق الأمر بتحفيز ألياف العضلات. ستساعدك هذه الأدوات البسيطة في تقوية العضلات المسؤولة عن ثبات الجسم، وبفضلها يمكنك رفع أوزان أثقل. زيادة على ذلك، لهذه الأثقال نطاق حركي حر مما يخفض خطر الإصابة. ربما لا تتناول طعاما كافيا، لن تكون هذه مشكلتي قط. حينما تتدرب ستحتاج إلى أطنان من الطاقة، أو بالأحرى الطعام. لا يمكن لجسمك إنشاء عضلات جديدة من لا شيء. حاول على الأقل تناول 3 وجبات كبيرة و3 صغيرة في اليوم. ربما لا تتابع التقدم الذي تحرزه. أيا كان الروتين التدريبي الذي تتبعه، ينبغي تسجيل عدد المرات والمجموعات التي تقوم بها. زيادة على ذلك، ينبغي تدوين الوزن الدقيق الذي تستعمله في كل مرة. سيساعدك ذلك على معرفة الأثقال التي يجب رفعها في المرة القادمة. عند العبث بروتينك التدريبي ستلحق الأذى بجسمك، إذ يحتاج الجسم على الأقل إلى 3 أشهر للتأقلم مع نمط جديد. لن تكون الفترات الزمنية الأقصر كافية للتأقلم وإتقان التمارين.
ولن يتمكن جسمك من إنبات بناء العضلات وكسب قوة حقيقية. لا تحاول إرباك عضلاتك بتبديل التمارين وجدولك التدريبي باستمرار. يستحسن الالتزام ببعض الحركات الأساسية وزيادة صعوبتها بشكل تدريجي. ثلثا الجسم هما في الواقع ماء، أما خلاياك العضلية فتحتوي على ما نسبته 79% ماء. عدم شربك لكميات كافية من الماء يمكن أن يعيق كسبك للمزيد من النسيج العضلي. لا بأس بقاعدة شرب 6-8 كؤوس ماء في اليوم، لكن إن كنت تود رفع الفائدة اشرب مقدارا أكبر من الماء. فمثلا إن كنت تزن 70 كيلوغرام ستكون كمية الماء 2.2 لتر، أي حوالي 9 كؤوس. السرعة التي ترفع بها الأوزان مهمة أيضا، يجب أن تكون عضلاتك تحت الضغط لبضع الوقت، وهنا بالضبط تتسارع عملية تضخيم العضلات. تكرار مجموعة من 10 مرات في 10 ثوان يعد سريعا جدا، حاول جعل مجموعاتك تدوم نصف دقيقة على الأقل. إن لم تكن في كامل لياقتك البدنية لن تستطيع التحكم في وزنك، وستدرب جميع أجزاء جسمك ما عدا العضلات. زيادة على ذلك ستضع ضغطا على الأوتار والمفاصل أكثر من اللازم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابات. يفترض بك الاعتماد على عضلاتك للتدرب. إن كنت غير مستعد لرفع الوزن الذي اخترته فيحتمل أنك وصلت لمرحلة هضبة القوة. إنها نقطة تتوقف عندها عن إحراز تقدم في بناء الكتلة العضلية. سيحاول جسمك التعويض عن الإجهاد بإشراك مجموعة عضلية لم تخطط لاستعمالها. ربما المشكلة هي أنك تتشبث بذات عدد المرات أكثر من اللازم. ثمة اعتقاد شائع بأن 5-8 مرات من التمارين كافية لبناء عضلاتك، لكن ما أن تتجاوز مرحلة المبتدئين حري بك الانتقال من النطاق المنخفض مع 3-4 مرات إلى المتوسط مع 6-8 مرات، ومن ثم المرتفع ب 12-15 مرة. حاول أن تنتبه للعضلات التي تستعملها، انتبه إلى كيفية انقباض وشد العضلات. إن كنت تقوم بالحركات المألوفة وحسب فأنت لست ملتزما بالكامل بالعملية. البروتينات والكربوهيدرات والدهون رائعة، لكن لا تنسى كل المغذيات المصغرة التي تساعد عضلاتك على النمو. إن كان جسمك يفتقر إلى أملاح معدنية وفيتامينات معينة فالتدريبات المكثفة قد تؤذيه. أضف المزيد من الفواكه والخضروات الخالية من النشا إلى حميتك الغذائية. يفكك جسمك ويحول معظم الكربوهيدرات التي يحصل عليها من الطعام إلى جلوكوز، نوع من السكريات والمصدر الأساسي للوقود من أجل خلاياك. عندما لا تحتاج هذا الجلوكوز من أجل توليد الطاقة يتم تخزينه في العضلات في شكل جلايكوجين. وبتجاهل وجبة الفطور يبحث جسمك عن الطاقة في مكان آخر، فمثلا من ذلك الجلايكوجين في النسيج العضلي. لا تنتظر حدوث ذلك وتناول بعض البروتين أو الكربوهيدرات بطيئة الهضم مثل الفاصولياء والعدس والخضروات والحبوب الكاملة، وإلا فقد تشهد تراجعا ملحوظا في النتائج. لن يكون نمو العضلات عملية فورية، يمكن أن يستغرق أشهر أو سنوات حتى، وليس أسابيع فقط. كلما قلت خبرتك في مجال رفع الأثقال لاحظت كسب الكتلة العضلية أسرع، وحتى في هذه الحالة لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها. يقول لاعب كمال الأجسام أنك إذا كنت تود الحصول على مزيد من العضلات فعليك الأكل طوال الوقت، لكن احذر للفخ هنا. في الجزء الأول من اليوم يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات، وفي وقت لاحق أي بعد الغداء تتباطأ عملية الأيض ويمكن أن تخزن الكربوهيدرات التي تستهلكها على شكل دهون.